لا زلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين برنامج لبيه الحد الجنوبي على قناة المرقاب الفضائية، ونحن الآن في ضيافة الشيخ مانع بن جابر بن صيف في منطقة نجران. معنا الشاعر أحمد بن مسفر الحارث، شاعر معروف وشاعر لك قصائد ولك مشاركات في الأوبريتات ولك قصائد وطنية، ونبغى نسمع الجديد اللي سويته في الأحداث الجديدة إذا كانت موجودة. ما عليك زود أبو صالح، والله يحييكم، مرحبا ومسهلا. الله يبقيك. بضيافة الشيخ مانع بن جابر، وحقيقة عندي مشاركة رغم ضيق الوقت اللي كتبناها فيه، ولكن أتمنى إن شاء الله أنها تعبر عن اللي في الخاطر بإذن الله. فقول نحب نطمن قيادة وطننا بننا باقين على العهد القديم اللي نعده غالي الأثمان، سلاي اليام بن يصبى هل الوقفة اليوم الدين، رجال ما تغير من مباديها ولا تنهان، وهمدان الحدود ومكرم العيالة الوافين، هل السيف الصقيل اللي لهم يوم الملاقى شان، على حد الوطن بسلاحنا وارواحنا راسين، قروم ما يزعزعها النذير ولا بهم جبان، من الماضي القديم وحنها للوقفات لذا الحين، وفانا في دمانا ثابت يجري مع الشريان، وحنقول وفعل في ذمتي ما حم من الهافين، ولانا للقيادة وانتمانا يعتبر برهان، من الحد الجنوبي نعلن الوقفة بعسر ولين، وبالتحديد نعلنها هنا من منطقة نجران، مكانك يا وطننا في القلوب وتحتويك العين، عدوك والله ان يرجع ذليل وخايب وخسران، وعاصفة الحزم دارت رحاها والعرب ممسين بتوجيهات من يحمي حماها سيدي سلمان، تعزوى وانثنى يوم جاره قال مضطهدين، وساق السرب الاول وانفجر برض اليمن بركان، وقف في نصرة الشعب اليماني واستفز بحين، هجد ميليشيا الحوثي وخل أحلامهم دخان، وقال ابشر بعزك يا يمن وابشر بنصري بين، ويرجع عز شعبك بعد ما يرضخ عميل إيران، وختم القول يا ربي طلبتك كل وقت وحين، تحفظ بلادنا من شر من ينوي بهالعدوان وسلامة. آمين. صح لسانك، بيض الله وجهك. معنا الشاعر حسين بن علي بن ديل، نسمع منك قصيدة يا أبو علي. الله يمسيك بالخير ومسي الربع الحاضرين. حنا نشكر النصيب على وقفتهم وعلى كرمهم وعلى استضافتهم، وهم مقر لرجال يام ومقر اللافي في منطقة نجران، يستاهلون ولا حقران في الشيوخ ولا القبائل الأخرين. بالنسبة يا أبو صالح للوطنيات، كفوني يا اخواني الشعار، وعندي قصيدة تعبر عن نفسها. تفضل. القصيد اللي ما ياتي على حله يلحق اصحابه ملامه ومنقود، ما الجفير يقدم الا مع السله، وما تثبت حجتك غير بشهودي، وصبت البن الهراري من الدله، وما جزم فيها النشامه هل الجودي، في طموحي واحمر العين من دله، والكف غايه مرادي ومقصودي، يعرف اللي وقفته طبع وجبله، ويعرف اللي غره النقص والزود، الرد اللي كل من قربه مله لا يوعد له ولا عنه منشود، والشل اللي كسبت النعم طبع له، والعمر مشوار والاجل محدود، من قضى عمره مع اللاش ما دله صار من حسبه معثر ومقرودي، ومن لحق هالشيء ما جاب مجدله مات ما جاب النواميس والفودي، ولو وصلنا مجلس القاصر انزله ننحر اللي مجلس ريح كنبودي، ما يحسب المال كثره ولا قله، وينتبع عرق من اعمام وجدودي، وتبت يدي قاصر الشوح تبله، نردع الدماه للكبد قرهودي، المشاعر دلو والهاجس يتله، والفرايد ما هي صدار ورودي، والقصيد اللي ما ياتي على حله يلحق اصحابه ملامه ومنقودي. صح لسانك، بيض الله وجهك. نسمع كلمه من الأستاذ مانع العماري. الله يمسيكم بالخير جميع، يمسيكم بالنور ويحييكم تحية الشيل والمطر في مجلس شيخنا وابن عمنا مانع بن جابر بن نصيب، والحاضرين الله يحييهم جميع. الله يبقيك.
أما منكم أنتم يا ضيوف الليل فيتوا علينا فلكم حقا علينا. و الله يحييكم أنتم والقناة اللي أصطحبتكم إلى محلاتنا. أما من الكلمة اللي عندي فما عندي إلا أقول الله يطول عمر الملك سلمان ولي عهده ولي ولي عهده، والله يحفظنا وإياهم إن شاء الله بحفظ الإيمان ويقر علينا وعليهم الأمن والأمان. هذا اللي عندي والسلام. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نختم وإياكم هذا اللقاء في ضيافة الشيخ مانع بن جابر بن صيب في منطقة نجران، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله متجددة في منطقة نجران. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية